صباح الخير لكم مشاهدينا لليوم الأحد 11 أيلول. عالمنا الصباحي ببلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 11:30 اليوم استثنائيا، من بعدها منكون بنقل مباشر للوقوف على عرفة. فإذا بلشت الأجواء اللي هي أجواء عيد، أجواء محبة، إيمان، صلاة ودعاء، هي كتير نحن بحاجة لها بهالأيام يلي عم نعيشها. عالم الصباح اليوم بفقراته يلي شوي رح بتكون قليلة، إنما أكيد بدون ما يكون في عنا غياب للشيف، واليوم الشيف عبد الله رح بيكون موجود على فقراته. رشة ملح، صباح الخير. صباح الخير إليك غادة ولجميع المشاهدين بهالنهار المبارك عليك. إن شاء الله بينعاد على الجميع إن شاء الله يا رب. أكيد نحن اليوم عنا وقفة برشة ملح، اليوم حنعمل الكنافة بالطريقة المنزلية. عظيم، هذا المطلوب. هذا المطلوب. نهار بعدين أحد هيك فيك تروح، ما ايه؟ ما بيأثر معنا أي مشكلة. نهار أحد فيها تكون ترويقة، فيها تكون غدا بعد الغدا تحلية، وفيها تكون ترويقة العيد بكرة كمان يعملوها، فيها تكون ترويقة غدا عشاء كمان كمان 100%. ماشي لك شيف عبد الله. فإذا بهالأجواء يلي هي أجواء العيد اليوم نبلش عالم الصباح. لكل اللي عم بيتابعونا طبعا وحابين يتواصلوا دايما معنا، فيكم تبعتوا لنا أي صورة أي فيديو أو حتى فويس مسج تفسروا لنا شو أنتم طالبين عبر رقمنا الخاص على الواتساب. البداية هي رح بتكون مع كارمن، الأبراج اليوم 11 أيلول، منطمن على حظنا ومنرجع منتابع. صباحكم بالخير، اليوم الأحد 11 أيلول سبتمبر، اليوم القمر مرافقنا من برج ترابي برج الجدي اليوم وبكرة، والأجواء رح بتكون حلوة كتير للأبراج الترابية بما أنه في مثلث فلكي ترابي بين القمر والشمس. عم نحكي طبعا تحديدا عن موالي برج الجدي العذراء وكذلك الثور. كيف رح بيكون نهارنا؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولو برج الحمل، الأجواء يمكن تكون متعبة، يمكن تكون مرهقة بسبب كثرة الواجبات، بسبب كثرة الأعباء، ويمكن حتى بسبب هالهم يلي معقولة تشعر فيه. حاول تعطي أفضل ما عندك. الأكثر تعبا 13 و14 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور بانتظارك يومين كتير كتير مهمين وكتير حلوين وكتير إيجابيين. هنالك حظوظ دسمة جدا اليوم بتساعدك تتقدم، بتساعدك حتى تنجح وتوصل إلى أعلى المراكز. الأجواء اليوم بتسهل لك عملك، المسألة الصعبة، المقابلة الصعبة، العتلين همة، يمكن هاللقاء الصعب اللي أنت حابب أنك تروح له أو خايف منه اليوم مفروض ينجح، مش بس اليوم بكرة أيضا. الأكثر حظا مواليد 10 ل 12 أيار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء الأجواء يمكن اليوم هي تصحيحية، تصحيحية لأخطاء اليومين الماضيين. الأجواء بتطلب منك أنك تكون دبلوماسي شوي، تركز أكثر على شغلك، تنتبه للأخطاء، وإذا صار في خطأ تعتذر عنه فورا، ما تترك الأمور تتأزم لأنه ما في لزوم أصلا تترك الأمور لحتى تتأزم، تابعها. وبتبقى المواليد الأكثر حظا 21 ل 23 أيار مايو. بنكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان الأجواء اليوم يمكن تحمل لك بعض الخربطات. إذا فكر أنه الجو رح يمشي بشكل سلس، بشكل كتير هادي، الأجواء اليوم معقول تكون شوي متقلبة. شو معناتها؟ معناتها أنه العمل أنت محضر له معقول يتخربط شوي، فخلي يكون عندك اليوم بلان بي. بتضل المواليد الأوفر حظاً 21 22 23 حزيران يونيو. بنكمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد هيدا نهار بحطك أمام الأمر الواقع، إن كان من ناحية الواجبات، إن كان من ناحية يمكن الشغل اليومي بالمدرسة بالبيت، يمكن حتى بحياتك الروتينية، في بعض الأمور المتطلبة اليوم يلي بدها منك جدول أعمال، سكجول اليوم واضح جدا. وبتبقى المواليد الأوفر حظا 2-4 آب أغسطس. بنكمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء بعتبر هيدا نهار كتير حلو، هيدا نهار كتير إيجابي، هيدا نهار فعلا بيعطيك حقك، لكن مطلوب منك أنك تكون أنت الجاهز وأنت ماشي إلى آخر الطريق بالخطة اللي لازم تكون حاططها. إذا منك محضر شيء بيضلوا نهار في حظ بتقدر تتكل عليه، وهيك حظ فعلا بيقدر ينشلك ويقدر يخلصك من كل المشاكل. أما اللي عنده ظرف إيجابي أو سلبي حاليا هو 4 و5 أيلول سبتمبر. ننتقل لبرج الميزان.
بالنسبة لبرج الميزان بعتبر هيدا نهار متعب، هيدا نهار أحسن شيء بتتضبضب فيه، بتقعد عاقل بعد عن المشاكل، يمكن يكون أنت تعبان، يمكن طالع بالك ترتاح، يمكن بعض أفراد العائلة بحاجة لاهتمامك، لوقتك، فحاول أنك تكون اليوم شخص مركز أكثر على مسائلك الشخصية، إذا عندك شغل برات البيت يمكن يكون هيدا نهار فعلا متعب. لكن بالرغم من هالشيء بتضل المواليد الأكثر حظا 23 ل 25 سبتمبر. منكمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب هنالك بعض النقاشات، هنالك بعض الأحاديث يلي بتاخد وقت لحتى تتم، لكن اليوم عندك سرعة خاطر، عندك سرعة بديهة، عندك قدرة اليوم لحتى تمشي الأمور على ذوقك، عندك أفكار رائعة تلفت الأنظار والاهتمام بترجع بترد الأضواء لإلك. تبقى المواليد الأوفر حظا 11 12 و13 نوفمبر. منكمل مع برج القوس. بالنسبة لبرج القوس هيدا الجو معقول يحمل بعض المصاريف، هيدا نهار معقول يحطك مولود برج القوس أمام أمر واقع مستحق، يعني فاتورة معينة، كمبيالة معينة، في بعض المسائل تطلب حضورك، تضرب خبراتك، بتضطر أنك تضحي بعض الشيء، فكون جاهز من دون مشاكل. بشكل خاص 2 ل 4 ديسمبر كانون الأول أنت الأكثر تعبا. منكمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي هيدا نهار مهم بالنسبة لك، القمر موجود ببرجك، في دعم من أيضا من الشمس، تأثيرات رائعة جدا، علامات إشارات كثير حلوة مفروض تطلقك وتدفشك إلى الأعلى. قوي قلبك، في صفحة جديدة، في قرار جديد، عتبة جديدة معقول يكون بانتظارك. الأوفر حظا طبعا مواليد كانون الأول بالإضافة ل 19 و11 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو الأجواء اليوم هي متابعة لأعمال مبارح وأول مبارح، لكن اليوم الحلو أنه رح بتلاقي في ناس إلى جانبك، رح بتلاقي ناس بتدعمك، رح بتلاقي أنه في ناس رح بتزقف لك، هذا الشيء رح يعطيك حوافز، رح يعطيك دعمة معنوية، ويمكن أيضا تلاقي دعم على الأرض. 20 21 22 كانون الثاني يناير الأكثر حظا. منكمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت اليوم الجو بالنسبة لك في نوع من أصدقاء، نوع من تعاون مع بعض الناس يلي رح بيساعدوك، يلي رح يغيروا بعض المفاهيم بالنسبة لك إلى الأفضل. مولود برج الحوت اليوم ما في أحلى من الصداقات، ما في أحلى من المجموعات يلي رح بتساعدك، ما في أحلى من الناس يلي فعلا حتى الغرب رح بيكونوا إلى جانبك و يدعموك. لكن إذا كنت من مواليد 1 و2 أدار مارس كون حذر، بعيد عن المشاكل كليا. بختم طبعا مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير مهمة على صعيد العاطفي، على صعيد الشخصي، على صعيد المهني. هيدي السنة رح بتكون مفروض تكون سنة جيدة، بتقدم لك أكثر من فرصة إلى الأمام وضروري تستفيد منها. أيلول سبتمبر كانون الثاني يناير أيار مايو هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي. شكرا لك كارمن. كانت هذه إذن بداية عالم الصباح لليوم يلي طمنا فيها على حظنا مع كل الأبراج. رح ناخد أول بريك ومن بعدها بينضم لنا جون ومنكون مع يوتيوب. فإذا وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا شو عم بيصير يوتيوب رح ننتقل لعجان مع محطتنا التالية. عنا شيء بضحك كثير؟ لا كنت عم بتضحك انت، ما بعرف شو قلتي عني. انا ما قلت شيء. انا ما قلت شيء. الشباب كانوا عم يتحدثوا، عم يجربوا يحللوا شو عم بيصير اليوم. شو طلع بالاخير؟ بفضل انه نضلنا بالكنافه. اليوم الشيف عملنا كنافه على شوكولا كمان، يعني يا خرابي عن جد جبنا شوكولا. هلا عملنا له انه هي اخر مره، قال اوكي ماشي الحال، يعني وعد انه اخر مره مع جبنا. ما رح يحطه برا مع قشطه. مع قشطه؟ يس.
ايه بس ما تعمل احد يعني عم نجرب هلا صيفيه الجاي عم نحضر الجسد و... شو كل احد رح تطلع مبدئيا شو عنا على يوتيوب اليوم على يوتيوب عنا حلقه كثير مهضومه نحن اكيد بدنا نرجع نحدد انه ما عم نعمل دعايات نحن لحدا هيدا شيء كثير مهم بدنا نحكي عنه نحن عم نحكي عن القصص الاوريجينال اللي بتصير عندك صار عندك هلا يعني يوتيوب صار تستعمل مش بس بلاتفورم لانت تحط الفيديو البيرسونال تبعك كمان بتستعمل يوتيوب نحن لننزل دعايات نحكي عن برودكتس في عندك مثل قصص صارت كثير مهضومه عن السيفتي يعني بتعرفي انت تطلع بالطياره في عندك اهم اول شغله بيطلعوا بعد تقعدوا بالطياره كلكم بيطلع الاتند الهوستس بتطلع بتخبرك الخبريه انه هاي السنتور كمان بتجي هيدي كيف تجي اذا وقعت الطياره ما تخافوا ما دام رح تحسي اكيد بيعلموك قصص يعني بدك تقولي انه بركي وقتها تصير الشغله البانيك وقتها تصير بركي ما بتستعمليها بس حتى يعني بجربوا يلفتوا لك نظرك بطريقه بفيديوز اكسايتنج فيديوز بدك تقولي لانت قدرتي تطلعي تشوف الفيديو تنتبهي عليهم تنتبهي على البروسيجر تبعهم واكيد كل بلد يعني مثل احنا عندنا الميدل ايست في عندك قطر ايرويز في عندك الاميريتس لوفتانزا كل هول الشركات كل وحده بتشجع السياحه بالبلد تبعها اكيد بقى واكثر شيء وقت تستعمل الطياره بتكون راجع على رايح على اهل بلد بقى بتحضرك مثل شوي لانت شو راح تشوفي ميدل ايست نزلوا فيديو ما بعتقد صار له اكثر من شهر راوند 2 ويكس 3 ويكس ميدل ايست كان صار عندهم فيديو بدك تعتبري انه قديم فينا نقول صار زمان مش مجددينه قرروا يجددوه بطريقه كثير مهضومه اتس اوريجينال عميل ضجه كثير كبيره على السوشيال ميديا على الاخبار حتى انحكى عنه بكل مواقع التواصل الاجتماعي انه ات واز ان اوريجينال ايديا وفكره حلوه وعم تفرجي لبنان وجمال لبنان رح نبلش بهول الفيديوز نحضر الفيديو تبع ميدل ايست نحضر مع بعض في ربوعنا الخلابة. Hello and welcome aboard Middle East Airlines. طيران الشرق الأوسط يرحب بكم. نبدأ رحلتنا بإلقاء نظرة على إرشادات السلامة. Before we take off, we're going to take you on a different kind of journey. So listen carefully to the safety instructions. نرجو منكم الإصغاء. لسلامتكم يرجى وضع الحقائب في مقصورة التخزين فوق كرسيكم أو تحت المقعد أمامكم. For your safety, make sure your cabin luggage is stowed away under the seat in front of you or in the overhead compartments. وجهتنا الآن حزام الأمان. First stop, seatbelt district. عند إضاءة إشارة الأحزمة يرجى ربط الحزام. Whenever the seatbelt sign is illuminated, make sure to always fasten your seatbelt. Buckle up. لربط الحزام. To fasten your seatbelt. لفك الحزام. To unfasten your seatbelt. لراحتكم وسلامتكم يرجى الإبقاء على أحزمة المقاعد مربوطة وظاهرة أثناء جلوسكم. For your safety and comfort, we recommend you keep your seatbelt fastened and visible at all times. Next stop, non-smoking central. التدخين ممنوع منعًا باتًا على متن هذه الطائرة، وهذا يشمل السيجارة الإلكترونية. فالتدخين مضر بالرحلة. Smoking on board this aircraft, including electronic cigarettes, is strictly prohibited. والمغاسل المزودة بأجهزة الإنذار. متفقون؟ And the lavatories are equipped with smoke detectors, just in case you were tempted to smoke in there. حان وقت الاسترخاء. Up next, digital detox. خلال الإقلاع والهبوط، أطفئوا جميع الأجهزة الخلوية والإلكترونية واستريحوا. For your safety, make sure your electronic devices and mobile phones are switched off during takeoff and landing. جمال يقطع الأنفاس. Now for a breath of fresh air. في حال انخفاض الضغط في المقصورة ستهبط الأقنعة تلقائيا أمامكم. شدوا القناع للسماح بمرور الأكسجين، ضعوه على الأنف والفم وتنفسوا بشكل طبيعي قبل مساعدة الآخرين. In case of a sudden loss of cabin pressure, oxygen masks will drop down automatically. Pull the mask to start the flow of oxygen. Place it over your nose and mouth and breathe normally. Then assist others. هتطلع عبالك هلا يعني تفكر هون تطلع الطياره هي دائما عبالنا نطلع نسكر هلا نطلع الطياره نحن عم نحضر شقفه من الفيديو بحدود دقيقتين هو الفيديو اطول اكيد اذا بفوتوا الناس يحضروه اكيد موجود على يوتيوب بحطوا ميدل ايست نيو سيفتي فيديو او سيفتي فيديو بيلاقوه دغري عليه كثير فيوز الاخراج كان من فيليب عرق تنجي بتلاحظي انه نحن وقت عم نحضر الفيديو انت قلت بنتحمس نسافر بس كمان بتحمس تكتشف لبنان اكثر بتلاحظي عم بفرق بين شو كب الارز هو بيعتقد مثل السيمبل تبع البلد يعني
وبيرجعوا يبلشوا لك بيحطوا لك مغارة جحيتها، بيحطوا لك انه شو عنا اتراكشنز، حتى البحر حتى السكي اللي عنا اياه. بشجع الشخص حتى يعني اللي يرتب يعني حتى ك يعني يتعرف سياحة. بنفس الوقت صح فيديو سياحة فيه يستعمل كمان ليشوفوا الناس شو في عندهم، واكيد فيهم يستعملوا زيت الايرلاين يعني كتشجيع يستعملوا هالايرلاين وكمان يجوا يزوروا البلد. رح نكمل كمان مع فيديو ثاني كمان مثل ما عم ذكر المشاهدين فيكم تحضرون انتم على يوتيوب كل الفيديوز، نحن عم نقطع ابارت منهم مع قطر ايرويز. نبلش مع بعض. The excitement is building and it's almost time to take off. Welcome on board this Qatar Airways flight. Before we depart, please pay attention as we demonstrate the safety features of the aircraft. Before we get underway, we'd just like to remind viewers at home that exits and walkways must be kept clear of baggage at all times. Baggage should be securely stowed under the seat in front of you or in the overhead compartments. For safety reasons, during takeoff and landing, all handheld devices will have to be switched to flight mode. All other electronic devices will have to be switched off and stored safely for takeoff and landing. If you drop your personal electronic device inside the seat, do not operate the seat control. Instead, please contact a member of cabin crew for assistance. Please fasten your seatbelts before takeoff and landing, and whenever the seatbelt sign is illuminated. Infant seatbelts are available from the cabin crew. To unfasten, lift the flap and pull the ends apart. And if you'd like to take a break from the action, please make sure your seatbelt is fastened and visible to cabin crew. For your safety, we recommend to keep your seatbelt fastened whenever you are seated. If oxygen is required, a mask will appear from above you. Or you may be required to release the mask by pulling on the colored flag marked pull. Pulling the mask towards you will activate the oxygen supply. Place the mask over your nose and mouth, adjust the band to secure it, and breathe normally. When your mask is fitted correctly, you may assist others. Please pay close attention and take a moment to locate the emergency exit nearest to your seat. The emergency exits are clearly marked and located as shown on the screen. Illuminated escape path strips will guide you to the exits. In case of emergency landing on water, the evacuation slides will serve as rafts. Please remember to remove footwear before using the slide. اوكي مهضومين حبيتون ما كثير تحلل لي سؤالات استعملت الماسك كذا سالت سؤال انه بتصير اوقات يعني حسب وثقت على مطبات كثير قوية بيكونوا بينزلوا اوقات الماسكات يعني مش انه هي ريليس مشان هيك ما بسافر بالشتاء ما بتسافر بالشتاء شو في هلا اكيد يعني نحن عم نحضر فيديو تبع قطر ايرويز بدك تعرفي كمان انه قطر ايرويز هي السبونسر يعني بدك تعتبري من اهم فرق فوتبول فيهم يستعملوا الاهم لعيبه يعني بتشوف البرودكشن اتس بيج واكيد بيركزوا عم بيركزوا اكثر على ناحيه الفوتبول تبعهم على ناحيه الشامبيونز ليج يعني بالفوتبول اكثر مشان هيك كان هذا الفيديو كمان برجع بذكر انه الفيديو اطول فيكم تحضروه كله بنكمل اي اكيد تفضل الفيديو تنشوف حسب وين بدنا نسافر ناخذ اي طياره هلا اي طياره بس انا ما يعني شو بيقولوا مع احترامي للجميع بس انا غير الميدل ايست ما بعرف هيك بس انا ما نعمل جعيد قلبي بيفتح بس اطلع على الميدل ايست عن جد بتربحي معنا التيكت لحيلا بلد بدك تسافر لها ان شاء الله يكونوا عم يحضروا بجننوا شو؟ لا ما كفي بنكمل هاي Welcome to Middle Earth, my friend. I'm here to guide you on your journey, so cease your rebel rousing and listen very carefully, and obey all crew member instructions and all illuminated signs. If the seatbelt sign were to illuminate, return to your seat right away. Make sure all valuables at your feet are pushed under the seat in front of you. And fasten your seatbelt low across your hips. Although we recommend you keep your seatbelt fastened through the flight, if you do need to get up, release by lifting the lever or pressing down on the button.
Oxygen is precious to you beyond measure. So if an oxygen mask should drop down from above, pull down on the mask, place over your nose and mouth, and adjust the elastic on both sides for a secure fit. There's no need to sound the alarm if the bag doesn't inflate. There's plenty of oxygen flowing through freely. If you have halflings or young ones, secure your own mask before helping with theirs. If there's a mishap during takeoff or landing, brace yourself on the seat in front of you. I myself prefer the more compact method. Put your hands on your head, your elbows on either side of your legs, and your feet flat on the floor. بدون انتقاداتي. نيوزيلند كنا عم نحضرها هلا، بدك تعرفي كمان نيوزيلند هو محل يتصور فيه لورد اوف ذا رينجز. في عندك الهوبيتس، في عندك جاندالف، في عندك كل شيء، وجربوا يستوحوا منه لانه صار في عندي كمان غير السياحه اللي بيعملها شخص ليروح يعتبر يشوف اصحابه او يشوف بلد جديد، في عندك سياحه جديده صار اسمها سياحه الموفيز، يعني بتروحي انت بتشوفي المواقع تبع اللي تصور فيها الفلومه وقتها يكون فيلم كثير كبير، برودكشن كثير كبير وعنده كثير فيري بيج فان بيز. جربوا هول الايرلاين يجربوا يركزوا اكثر شيء على الفيلم تبع لورد اوف ذا رينجز، واكيد في عندك الهوبيت 1 2 3 كمان اللي طلعوا بقى بتلاحظي انه كل الكرو جربوا عم ماسك لابسين وكل شيء، يعني بطريقه مهضومه كمان عم بيقولوا للناس انه انتم لوين رايحين او لوين جايين. وهي وقت تفوتها على يوتيوب كمان صرنا بركي فيك تعتبريها اوبشن بشعه بس مهمه كثير بيوتيوب. وقت اول ما تفتحي الفيديو بيطلع لك الدعايه وبتحطي سكيب اد لتروحي الدعايه، بس مجبوره تحضري منها خمس ثواني بالاول. بهالخمس ثواني اذا بيقدروا يجذبوكي حيلا ايرلاين او حيلا حدا بدك تكملي لتشوفي انه اتس انترستينج. يعني بالدعايات اللي عم نشوفهم هلا هول بركي ما حدا بيفوتوا بيقصدهم، قليل لحدا يقصدهم، بس اذا طلعوا لك على يوتيوب بتصير محمسه لتحضري لانه هيك بيجيبوا الفيوز تبعهم. بنكمل كمان يلا بنشوف وين بدنا نسافر. Welcome to my home, the beautiful Cook Island. For decades, we've been flying passengers here for rest, relaxation, and romance. Coincidentally, it's also the 50th anniversary of the world-famous Sports Illustrated Swimsuit Edition. So we thought this was the perfect opportunity to demonstrate the beauty of safety. Kirana, I'm Chrissy. This is Jess. Hannah and Ariel. And we're going to take you through safety in paradise. Just settle in and relax. You are on island time now. Please pay close attention and obey all crew member instructions and all illuminated signs. Any loose items you might have need to be tucked safely under the seat in front of you. If the seatbelt sign lights up, nip back to your seat straight away. Fasten your seatbelt and make sure it fits low and snug across your hip. Although we recommend you keep your seatbelt fastened throughout the flight, if you do need to get up, release by lifting the lever. If an oxygen mask appears, pull down on the mask, place over your nose and mouth, and pull the elastic on both sides to tighten. Don't worry if the bag doesn't inflate. You'll be able to breathe freely straight away. If you're sitting with others, even young ones, make sure you have your own mask on before helping with theirs. If an emergency were to happen during takeoff or landing, either brace yourself on the seat in front of you, or pop your hands on your head, elbows on either sides of your thighs, and make sure your feet are flat on the floor. Your life jacket can be found under your seat. And they're really easy to put on while seated. Just rip open the tab, remove from the pouch, slip it over your head, clip into the waistband, and pull tight. Life jackets are inflated by pulling on this red tag. But only do so once you've exited the aircraft. تبيك مهضومين كتير. كتير مهضوم. من قرر بدنا نسافر؟ أنا قررت. أنت والسفرة. غير محل. غير محل ما أنا رايحة. يا جلال. بعد عنا؟ ما استفدنا نحن من الشمس هالسنة بتعرف. ضروري تروحوا تتشمسوا أكيد. بعرف ما أنا قلبي معكم. يعني هلا بتشوفي كمان يعني حتى صاروا عم يطلعوا من كونسيبت الطياره، عم يطلعوا انه الكونسيبت تبع بيزهق بدك تقولي، او عم يطلعوا من كونسيبت تبع الشخص اللي بيروح الانتباه تبعه، حتى نحن اذا بدنا نركز على الفيديوز فيكم تلاقون يعني هيوج اماونت اوف فيديوز بتلاقي على يوتيوب عن مثل الهوستس وقت بدها تحكيكي كمان صاروا يحكوا بطريقه مهضومه، صاروا يجربوا يفسروا لك السيفتي بطريقه مهضومه للشخص ينتبه عليهم، لانه انت عن جد عم تتعلمي قصص فيري فايتل
لإليك لا سمح الله صار شيء يعني بعيد الشر لمين ما كان عم بيسافر بس بدهم يأكدوها هيدي بارت مجبورين فيها. بقى بتلاحظي انه عم بيروح على ناحيه المهضوم لحدا ما يقدر يشيل عينه عن الفيديو بهالطريقه عم يتسلى. كثير ناس بتخاف بالقبل يعني الطريقه اللي كانوا يعطوك اياها قبل كثير هيك ستريكت وكذا كان اللي ما بيخاف بصير يخاف. اللي ما بيخاف بصير يخاف وكنا ثلاث ارباع الوقت انه ما تركزي معهم خلص انه تخفي تنامي تحكي مع اللي حدك لانه يعني دائما اللي حدا بيقول انه ليه رح تصير ما رح تصير معي يعني ما حدا رح يركز على الفيديو انه خلص اكيد مش رح تصير. اخر فيديو بعتقد سون اوف ذا بيجست ايرلاينز وبعتقد هن رواد بهول اللي بعتقد بلشوا هن بهالترند لانه هن معروفين ب بينج ديفرنت. نحضر الفيديو. Trust me, it's something that you wanna hear. So honey, zip your lips and enjoy the show before we move into the stratosphere, yeah. So won't you buckle your seatbelt, put it on tight, and keep your in that chair until we turn off that light. Turn your electrical devices off as fast as you can. And whatever you do, don't make me ask you again. So tonight. Of you who have never operated a seatbelt before? Really? I mean, it works like this. Insert the metal end into the buckle until it clicks, and pull on the loose end to tighten, making sure it fits slow and tight across your lap. There you go. To open, lift on the top of the buckle. And remember, seatbelts should be fastened whenever you're seated, just in case of unexpected turbulence or weather conditions. Personal electronic devices should be turned off and properly stowed during taxi, takeoff, and landing. Should be placed inside carry-ons or under the seat, not in seatback pockets or loose on the cushion next to you. Nice try. Your in-flight team or the sign above will determine when electronics may or may not be used during flight. Yo, 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 now that you're bopping your head to the rap scene, now that your eyes are glued to the flat screen, if the cabin pressure's changing, you know that we won't be leaving you hanging. Pull your mask down first, don't worry, oxygen flows. Tighten the straps after placing on your mouth and your nose. If you're traveling with someone, like a child for instance, put your mask on first before you offer it. كتير لا حبيتوا الفيديو يعني نحن هلا قدرتيهم ورا بعض غاده بس بالعاده اذا طلع انت بالطياره مش شايفين الفيديو اكيد نحن عم نعرفكم على الفيديوز ما طلعت شفت الفيديو بيلفت لك نظرك لانه هلا نحن عم نحضر الفيرجن ايرلاين فيرجن معروفين يعني من رواد الموسيقى بيجست هاوس برودكشن للموسيقى اكيد بتلاحظي انه رح يعملوا شيء قريب منه ومهضومه يعني بس مثل ما قلت برودكشن عم بيكونوا كثير كبار بس ما بيسمح انه هن اول شغله بدهم يعملوها يلفتوا لك نظرك ودي ديدت. هيدي كانت حلقتنا اليوم ان شاء الله تكونوا حبيتيها. بحب شجع المشاهدين كلهم يبعثوا لنا يعني هيدي الحلقه بعث لنا اياها شخص بقى فاضل انه اذا حدا عنده افكار عن حلقه يبعث لنا اياها تويتر فيسبوك انستغرام ايميل على واتساب يبعث لنا الفيديوز اللي عم يسألوا له على واتساب كمان بس بليز زيدوا اسمكم على الفيديو لنقدر نشكركم كمان صرنا بالفيديو بعتقد رقم 70 نحن وماشيين بالهمه يعطيك الف عافيه باقي معنا عم فكر كرمال نحكي انا عم بسال السؤال بدون ما كفي السؤال تجوز عم باقي على الكنافه او باقي تنكفي بحلقتنا لا على الكنافه على الكنافه ميرسي لك انا بكفي الحلقه ما في مشكله اذا بريك وبنرجع منتابع برجع بذكر كل المشاهدين يلي عم بيتابعونا اليوم عالم الصباح لغايه الساعه 11:30 فقط رح نترافق فيه بعدد من المحطات منا اكيد الشيف عبد الله يلي موجود معنا وصرتوا عارفين من على بكره انه عم نحضر الكنافه رح ننتقل لحتى نكون مع ورشه ملح. صباح الخير عن جديد، وصلنا لأول وقفة سريعة شوي لرشة ملح، شو بدنا نعمل مثل ما قالت غادة اليوم حنعمل الكنافة، لنحكي عن الكنافة أو فرك الكنافة الموجود خالص بقلب محلات اللي بيبيعوا مواد أولية للحلويات وحتى بالسوبر ماركت بتلاقوه مفرز.
عندي من السميد، وخاصة أنا اعتمدت أو أصلاً عم بعمل فرك الكنافة عم نعملها هلأ للعالم اللي برات لبنان، خاصة بأوروبا اللي ما عندهم فرك كنافة وبيسألوا كيف فينا نعملها بالبيت. منحط من السميد، منحط معه ملعقتين من الحليب و300 جرام من السمنة. لكن كيلو سميد، ملعقتين من الحليب البودرة، نرجع منحط معهم 300 جرام من السمنة. نجي نحركهم بهالطريقة لخلي السميد يتشرب عنا السمنة، ومنضيف عليهم ال 500 ملي من المي. لكن معادلة هينة، كيلو سميد نصه مي، 300 جرام من السمنة، ونرجع منحط عليهم ملعقتين كبار من الحليب. فيكن تضيفوا من القطر وفيكن تضيفوا من السكر. مزهر ما حطينا مزهر، ليش؟ تقولوا ليش ما بدنا ننكهها بمزهر؟ بننكهها بمزهر يا بالجبنه يا بالفرك بعد ما تخلص، لانه المزهر اذا فوتني بهيدي العجينه شو حيصير عنا؟ بمرمر. هنجيب صينيه نجي نمد فيها الفرك اللي عنا بهالطريقه، الفرك اللي عنا بده يفوت على درجه حراره 200، فتره بين 15 و20 دقيقه حتى ما ياخذ لون، بس يبرد نرجع نفرمه على المكنه وبصير عنا كذلك الامر مثل الفرك الجاهز. اما للقطر كمان الكميه اللي بتحطوها دائما من السكر بتحطوا نصها من المي، لكن نص كميه السكر نصها مي، بننكهها بشويه مزهر، نحطها على النار، بنجهز القطر، وقبل ما نطفي بنحط عصره من الحامض حتى ما يسكر او يغلق عنا السكر. لكن هاي فرك الكنافه عندي صارت جاهزه، القطر راكب على النار، بعد شوي اكيد حاجي جهز حالي، جهز المطبخ، وجون من هنيك عم يعمل حركات شو بدي اقول. هلا كلنا بنروح لعند غادة وبشوفكم بعد شوي. مرسي لك شيف عبد الله. هيدا موضوع الكنافه اليوم عملت لنا قصه خبريه بالاستوديو. نحن قبل ما نتابع فقراتنا بنعرف انه هلا نحن مقبلين على كم يوم لمناسبه عيد الاضحى، ايامات عطله، والاشخاص اللي بيحبوا يتوجهوا الى صالات السينما رح بيكون في عندكم وقت اكثر يمكن حتى تشوفوا وتختاروا. نحن او بالاحرى غيدا يلي اختارت هالمجموعه من الافلام يلي موجوده بالصالات هالاسبوع بنشوفها سوا. What kind of man was my father? Your father was a great man. ضمن أفلام الأسبوع فيلم الأنيميشن الضخم بلال A New Breed of Hero، مستوحى من أحداث حقيقية عن بطل ورحلته ما بين العبودية والحرية وإيصال صوته لكل العالم، مع أصوات أديوالي أباجي، إيان مكشين وغيرهم. الكتابة والإخراج للمخرج السعودي أيمن جمال والباكستاني خورام ألافي وبمشاركة أليكس كرونمر. You're braver than I thought. This is the captain. Brace for impact. What? وفيلم البيوغرافي سالي، لتاني مرة بعد كابتن فيليبس بيلعب توم هانكس دور شخصية حقيقية بأحداث صارت سنة 2009، قصة الكابتن تشيسلي سولنبرجر اللي أصبح بطل بعد ما نزل بطائرته مع الركاب على مياه الهاتسون ريفر مع أرون أكهارت، لورا ليني، وتحت إدارة المخرج الكبير كلينت إيستوود. هيدي الجولة إنما كتير سريعة على صالات السينما، بنرجع من بعدها على الاستوديو، وجون أكيد بعده موجود معنا، عنا مجموعة هلأ من الأغاني على غير موجة. هالغيبة صار لنا زمان مش شايفين بعض. كنت بالمطبخ هونيك بعد شفتك. ايه شو عنا اليوم؟ شو محضرين؟ عنا موسيقى حبيت اول شيء ما دام اليوم عيد وبين عيد كل المشاهدين اكيد، اولديز عروق
ريحوا راسهم. مش جديد يعني، في عندك البومز جديد نازلين، بس فضلت انا حتى اولديز نفرجي بين كليبس وبين موسيقى من عنا على دي جي سات. نرجع نذكر كمان نحن كمان مثل ما معودين المشاهدين كنا بالعاده حتى لو البوم جديد بالاخر نقطع فيديو، حبيت الحلقه كلها تكون مخصصه لاولديز، اغاني فينا نعتبر موستلي لبنانيه قديم بس اغاني حلوين، اغاني كلنا بنحبون. منبلش باول غنيه نصر شمس الدين. اوه نحضرها مع بعض. كنت عم فسر لها لغاده مغامراتي مع الدبكه. برقص دبكه كثير منيح يعني، بدبك بشكل مش طبيعي يعني. قد ايه بدبك منيح؟ عملنا دبكه مخصصه لإلي بس يعني، حركاتي لإلي مخصصه بالدبكه. برافو. بس على اغاني الدبكه. نيو دبكه. ايه ها هي عن جد. بس كنا عم نحكي انه من وقتها كانت المي مقطوعه حتى بالطواحين هونيك. صح صح صح, صح, صح وبعدها مقطوعه لسوء الحظ يعني. بس نعم. تاني غنية. تاني غنية زكي نصيف. أحلى غنية عنده أي هلا عليك. في كتير. تحب كتير أغاني بس نحن قلت لك عم زهرة. نقيلي. أحلى زهرة. أحلى زهرة. يا بنته لمصطفى اسمها زهرة. يلا. وبنته لمصطفى اسمها زهرة. نسمع الغنية مع بعض. زهرات البقر الشعرة على شعرها اشكي سمعني في شقفة منها عم نزك كلها طيب وكرة شو كان تعتقدي انه بعد رح يطلع لك مثل ارتست من الوزن تبع زكي نصيف، نصر شمس الدين، توني حنا كل اللي قطعوا علينا، اما بتقولي انه هيدا زمن وقطع؟ في بس اقل يعني، اقل بكثير لانه يوم هيك في هيدا الموجه الهوفر هوية. بتعرفي يعني ما بقى حدا يحكيك عن الزهره والفراشه اليوم. صح انه فيها بس قبل كان يعني خبرية. بديك تحكي وشغله بنحكي عنها كل مره وقت نحكي عن البوم، انه وقت قبل كنت تسمعي شخص عم بغني كان صوته هيدا الحقيقي. هلا صرت بتسمعي الشخص اللي عم بغني، اذا بتسمعي له على الالبوم صوته بتسمعيه لايف
شخصين مختلفين تماما. صار عندك شيء اسمه اذا بيعرف يغني لايف صح هي صار عندك شيء اسمه اوتو تيون، عندك كمان كثير من الفنانين بيطلعوا بيغنوا بلاي باك على السي دي بس لما ينكمش صوتهم قد ايه يعني منه من العيار المزبوط. طبعا الحدا بيقدر يغني فيه بس لا اكيد بعد في بس اقل من قبل أقل. صح 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 يعني بس بعتقد بعد يعني حتى لو بعد 50 سنه مثل ما نحن عم نحكي عنهم هلا الفنانين اللي معنا بركي بعد 50 سنه رح بدنا نحكي عنهم يعني ما بعتقد هول مثل انه بنش مارك بنستعمله مثل كل الاغاني والمعايير تبع الاغاني اللبنانيه فينا نعتبر حتى بالشرق وحتى بالعالم بدهم يرتكزوا على هول الاغاني ليشوفوا اذا الغنيه ناجحه. ما فيك تقول انه في غنيه لزكي نصيف مثلا مش حلوه أفيد. صح اكيد اكيد بس انه هلا الجداد بيقطع اغاني حلوه بس اوقات في اغاني ايه بشعه يعني ما لها طعمه حتى بالهيك. صح يعني قبل وقت عندك حتى عندك اياها هلا يعني قليله بس قبل كان زكي نصيف يعني بيلحن وبيكتب الموسيقى وبيقطعها وبيعمل كل شيء، هلا صار عندك اذا بتفتحي الالبوم اللي عندك يعني في حتى مثل الشغله كانت مهضومه على الانترنت بوهيمي ميراس رابسودي هي تبع الكوين غنوها في عندك وقتها هو كان كتبها وهو كان ملحنها وهي ون اوف ذا بيجست سونجز فيك تعتبرها بالعالم ذا هيتس. في عندك غنيه لريانا اسمها ورك زدت الجمله عم بتعيدها 50 مره. في عندك ملحنين واثنين كتبوا الكلمات وثلاثه رجعوا ظبطوها. اثنين كتبوا الكلمات وشي سنه طلعت معهم ايه. الكلمات جمله واحده على كل الوقت. ثالث غنيه نحضرها مع بعض. قومي تنور يا طبيب نلعب بكرة خلينا نلعب بكرة خلص من نغني يا طبيب جرب نعرف اللوكيشن قررنا انه بجبال على القلعه ما بعرف ما فيني اكد لك ما في شجر كان هلا ما في شجر على وقتها كان في شجر وخضار واللي بدك البنت اللي عم ترقص معه هويدا بنتها لصباح وانا وصغير كانوا شعراتي مثله هيدي تعليق خارج كليا يعني عن الخبريه والغنية لانه كان عم يجيني انتقادات انه تطلع شعراته وما بحياتك رح يكون شعرات بس انا وقتها شفت الشيف قلت بدي زيت اللوك تبعه وإز طارو اوكي عم فكر خلينا اذا بنكمل موسيقى او بنحضر الميوزك فيديو فينا نحضر الميوزك فيديو عن شو دق ابواب الناس فينا نحضره ايه اكيد فينا نحضره مع بعض ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابوابي ودق ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابوابي تتسكر ابواب الناس وقلبي بينسى كل الناس تتسكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس ما بينسى اغلى احبابي ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابوابي دق ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابوابي تتسكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس تذكر أبواب الناس قلبي بينسى كل الناس ما بينسى أغلى أحبابي هد منديلك يا حنين الروح يا غالي يا
غير في الروح صار بعيني ولا تروح لا تنساني بغياب منديلك يا حنين نوح يا غالي في الروح صار بعيني ولا تروح ولا تنساني بغيابي ابواب الناس كلها بالاخر بتبوابي ابواب الناس كلها بالاخر بتبوابي تتسكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس تتسكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس ما تنسى انا احبابي دانك في رايك غنيت شي مره هالغنية انت لحدان هيك لأمي دق أبواب الناس افتحي لي وفوتيني وعد دق علي باب الأوضة إذا أنا نايم مثلا لا اليوم بتعرفي يعني عن جد الله يخليلكم أهلكم كلكم بس كمان يعني في عندك خبرية إنه بعد الأم لهلا وقت جيت وعيكي في عندها قبل يعني إذا بدك توعي 9 بتكون 8 بتقليك صارت الساعة 7 بدك توعي يعني اليوم عم بتوعيني صارت الساعة 9 بتقومي الساعة 8 شو الساعة 9 ايه بتعرفي هي يعني اصلا النية هي النية قبل بساعة لانه اذا وعدتك 8 انت فعليا بدك تقوم 9 بس اذا وعدتك 9 هيك بتعملي بولادك كمان؟ اكيد اه بس اذا وعدتك 9 هي بتتعلموها بشي مدرسة اما بتجي مثل هيدي على بالطبيعة يعني بعد عنا شيء تايم اوت؟ ها حالتنا اليوم خلص ارتحت نشوفك نكست ويك اكيد لا رح ناخذ بريك خليكم معنا اليوم الكنافة هي مع الجبنة والشوكولا هيك وعدنا شيف عبد الله اكيد على طريقته الخاصة رح اترككم تترافقوا معه مع اخر محطة من ورشة ملح وصلنا لختام عالمنا الصباحي قبل ما نطلع مع جون ونسمع الموسيقى الحلوة شو عملنا؟ حتلاقوا عندي هالعجينة بلشت تسمك أنا عم بخبزها، طيب هيدي العجينة شو هي؟ هيدي العجينة هي فرك الكنافة، حطينا كيلو من السميد، حطينا معه 300 جرام من السمنة، ملعقتين من الحليب البودرة، ونص كيلو من المي، أكيد نحن ما حطينا مزهر حتى ما تمربر، بنفس الطريقة حتلاقوا عندي بتاني ميلة حليب على النار سخن حاخذ شوي من هالحليب ودوب ملعقة من النشا لضيفها على الحليب. ليش عم بعمل هيك؟ هلا بتشوفوا بخلال المراحل اللي عنا. القطر اللي عندي كمان صار جاهز مثل ما قلت نص كمية السكر دايما بتكون مي حاجي اخذ هالقطر اللي بعده سخن ححط له من عصير الحامض مثل ما قلت حتى ما يسكر معنا لكن هاي القطر صار جاهز نجي نشيله على جنب نجيب له اللوش تعيته اللي بدنا نسكب فيها الحليب اللي عندي بلش يشد شو حنجي نعمل عنا من الجبنة العكاوي فيكم تستعملوا من الجبنة المجدولة فيكم تقسموا النص بالنص أكيد بدها تحلى قبل 24 ساعة وكل نص ساعة تتغير لها المي هيدي الجبنة اللي عندي شو حاجي أعمل بالجبنة ححط لها لأعطيها شوية نكهة من الموتزاريلا عال حطينا جبنة موتزاريلا وهون بيجي دور المزاهر وهي المزاهر فوق الجبنة اللي عندي منروح على الغاز ومندور تحت الجبنة منخليها تبلش تدوب نجي لخبرية الفرك الكنافة لكن الفرك اللي جهزناه بس يبرد أكيد الوصفة عم تبرم قدامكم على الشاشة بس يبرد الفرك شو منعمل؟ نجي نطحنه على المكنة سوري ومنرجع منحطه بالمنخل ليصير عنا بهيدا الشكل هاي الصدر اللي عندي الألمنيوم دهنيه من السمن
نجي بناخد من هالفرك بهالطريقة. أول شيء بنحط بين الإيدين حتى ما تكبتل عنا الفرك، ومش هلا بنكبس، ما تغلطوا وتكبسوا دغري انتوا عم تحطوا. بلش جرب مسدن، اعملهم كلهم نفس الطبقة نفس العلو. بهيدي الطريقة بنشوف انه بدنا نسكر كل الفراغات اللي عنا. وهلا نكبس براحة الايد الصدر اللي عنا. اكيد فينا نعملها بصينية اصغر. شو بنعمل لنتأكد بالبيت، لانه نحن ما عندنا الغاز الكهرباء اللي بيبرم، ضل الصينية عم تبرم فيه بهذه الطريقة. نعمل فتحة صغيرة بالنص لنتأكد انه بلشت تستوي او استوت عندي العجينة. هيدي قصة الكنافة. الحليب اللي عندي مع النشا حشيله على جنب وارجع حط بهيدي الميلة الجبنة. حتبلشوا تشوفوا الجبنة اللي عنا بلشت تدوب وبلشت تنزل المي تعيطها. لكن كيلو من فرك الكنافة بنحط له مقدار كيلو من الجبنة. الصينية اللي عنا صارت جاهزة انه تركب على النار. هلا اذا الغاز قوي في هيدي الأداة، يعني في هيدي القطعة الموجودة بمحلات المطابخ ببيعوا عدة، كمان فينا نحطها كعازل للحرارة. هنشتغل بلا نحن أول فترة. وهيدي الجبنة اللي عندي بلشت تدوب. لساعدها إنه تدوب شو حاجة أعمل؟ حآخد الحليب مع النشا وضف له شوي من الحليب مع النشا. نرجع نتركها على الغاز لتغلي ومنقلب هذه المكنة أو الصينية اللي عنا. الصينية اللي عنا ما بدنا دايما تكون على النص حتى ما تلطع على ميلة وحدة الكنافة. بدنا نضلنا نبرمها. بس نشوف انه على الزوايا بلشت تاخد لون، هلا بلشت تحمى عندي العجينة. الفرك عندي صارت جاهزة. حاجي طفي الغاز. ومثل ما قلت هيدي العجينة بدنا نتركها لتبرد ونرجع نطحنها ونعملها الفرك بعد ما ننخلها، وفينا نحفظها نص كيلو بقلب الفريزر. نرجع نجي بلشنا نسمع اكيد صوت السمنة على النار. واهم شيء مثل ما قلت خبرية بتاخد معنا فترة 8 دقايق تقليب او تدوير. الجبنة كذلك الامر حتشوفوا بلشت تاخد بعضها. انا اليوم حطينا جبنة العكاوي المحلية. برجع بقول فيكم تحطوا من الجبنة الجدل كمان المحلية، وفيكم تحطوا موتزاريلا مثل ما حطيت. ليش حطيت من الحليب مع النشا؟ الحليب والنشا الجبنة بس تبق ميتها على النار بتصير تقسى وبتعلق، فالحليب والنشا بيرجع بيعطيها شوي من الطراوة إذا بدكم وشوي من الطعمة. أهلا وسهلا. مع انه كانت اطيب مع قشطه. مصره؟ لا بس ما فيها شوكولا ما بقى فينا نحكي ولا كلمه. مزبوط. هلا شوكولا نحن حنترك اختياري
اذا بتلاحظوا على الكاميرا نحن اليوم جبنا سندويشات الكنافه، يعني جبنا العجينه الخبزه جبناها سندويشات. اوكي اوكي، فشو حنطلب منك يا غاده؟ افتحهم. ايوه بهاي بجيب هذا كمان انه من شعر يعني ما في ما في ما في ازهار. طيب هلا خليني بس حتى شوف. ايه لانه احترقت الدنيا هون. اوكي لا ما احترقت، هذه ريحه السمنه. بشرفكم. بلشت تطلع لكن حتشوفوا الجبنه بلشت تدوب عندي بهالطريقه. اوكي مع المزهر اللي بقلبها اكيد الريحه ولا اطيب. اذا بنطلع على النص حنشوف انه بلش تصير لونها بني العجينه من تحت. نضلنا نقلب قد ما فينا ماشي الحال. عم تخانق معهم حسيت انه مش مسموح. هاي العجينه او اذا بدكم الجبنه. لنساعدها اكثر اذا لقيتوا السائل كثير عندكم او الميه الجبنه اللي نزلتها كثيره نجي بنشيل شوي من المي. اوكي وبنرجع بنضلنا نقلب. هنوطي الغاز قد ما فينا. بس مهضومين هولي، انا اول مره بشوف هيك. ايه ساندويتش كنافه موسع عليهم توصايه او لا؟ لا صاروا موجودين بمحلات اللي بيبيعوا الكعك الكنافه او الكعك العصرونيه. يعني اذا بوصي بقول له بدي هيك حطها بهيك. مزبوط ساندويتش. ناخذ شوي من الفرك اللي عندنا ومنضيفه على الجبنه، بيساعدنا انه يمتص الجبنه اللي عندنا. هذا الصدر عم نقلب. حتلاقوا صارت الجبنة عندي عم مغط تمغيط بهالطريقة. شو؟ اجرام اجرام. يا وعم نبرم الصدر. بهالوقت حنيجي ناخذ الصدر اللي بدنا نفضي فيه وناخذ كمان شوي من الفرك. نفرك الجاط اللي عندنا. وهيدي الجبنه بهالطريقه. ماشي حالك غدا؟ عظيم عظيم. يا اكتشفت انه في منهم كانوا مفتوحين. عن جد عم تحكي؟ انا ما معي خبر. اكتشفتها من بعد بس شو؟ يا فوالا. لكن العجينه عندي جاهزه، القطر عندي جاهز. اجا دور ناخذ الجبنه اللي عندنا، بنطفي الغاز عليها. وبنحركها بهالطريقه. اكيد الجبنه كل ما تحطوها على المي على النار كل ما تكب المي تعيطها. مفروض كثير يعني تنزل؟ لا خلص، ما نحن اذا خليناها حتضلها تسائله. نحن عم نعرضها للهواء لتصير عندنا بهيدي الطريقه. يا مامي هلا الجبنه اخذت بعضها كلها مع بعض. اوكي الصدر اللي عنا من اول غاز دقيقه. بنلبس كفوف. هلا في بعد شو تفسر لي ليش عنا هون؟ لاكد انه بلشت تاخذ نار من تحت. تاخذ تبين عليك؟ تاخذ علي. ايه اوكي ما تزعلي. فكرت في لها شيء للقطر لكذا؟ لا صدينا منيح هيك.
بصير عندنا لقمه بالناقص. لا لا قلت لك نحن بتعرفي بالمحلات اول شيء الغاز تاع الكنافه بيكون ثلاث عيون كبار تحت يلحق ايه ونار واطيه وله الصدر بيركب على سكه بتصير عم تبرم لحالها. اه اوكي ما نحن قاعدين عم نبرم بهيدي الطريقه. اوكي يا نجيب الصدر بعد ما نشفناه بالفرك اذا بقلبه اي مواد او اي مي او قطر باقي بقلبه. يا ريت انه رح نحترق. حنولع ايه؟ رح نولع. يا جبني اللي عندي شو بعمل هلا؟ ماشي الحال معك؟ ما حرقت ايدي لا. قلبي عليك ولعت. ماشي الحال. عظيم. هلا في عالم بيعملوا هيدي الخطوه ما بيحمروا الصدر من تحت اوكي وبيحطوه بالفرن على درجه حراره 180 لياخذ لون من تحت. اوكي اوكي بس نحن معنا شوية وقت قلنا بنعملها عقصولة مثل ما هي هيك ما بتنشف الجبنة إذا ما بتنشف لا بالفرن كلا لا هي بترجع بس تتعرض للحرارة شو بترجع بتعمل؟ بتدوب بتدوب بنمرق السكينة على الطرف وحتى هلا نحن لضيق الوقت يعني حتى إذا نحن جينا قلبنا الصدر وكان بعد بده شوية لون فينا كذلك الأمر نفوته على الفرن. اوكي اوكي هلا شو بدنا نصير؟ بدنا نقلبها؟ بدنا نقلبها، تفضلي. أنا؟ بدك تقلبها بهيديك؟ إنه بدنا نقلبها بشيء أكبر إنه تحتها إيه بعرف بس إنه إيه يلا لا معنا شقفة ثانية إن شاء الله تكون لحقة تاخذ لون ما تزعلي يلا ترارارام واحد اثنين ثلاثة احترق حرقنا ايدنا يا حسيت نجي على السريع مين ايه؟ أوه. لحظة لحظة حرق ايده يلا بسيطة 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 لزقت بسيطة لانه ما شفناها ما بيأثر ما بيأثر شو بنعمل؟ نرجع بنشيلها حق على الصينية عنه بسيطة بسيطة ايه هلا كله بيتظبط بيتظبط شو بدنا نعمل؟ هيكي شو بدنا نعمل على السريع ناخد من القطر بنسقي بهالطريقة نعبي وحده بدك تعبي؟ ايه طيب قبل ما تعبي من بكره انا هون وجون فال و اه ايه اخذي راحتك شو بنعمل؟ ناخذ من الشوكولا عليها فيك اذا بدك تحطي شوية شوكولا بوحده شف عبد الله ينعاد عليك ينعاد على الجميع وعلى الجميع يا رب ميرسي لإلك رح نشوفك الاسبوع اللي جاي ان شاء الله اكيد حنرجع نحط بعد شوي من القضامة فينا نعمل بارت 2 كنافة بقشطة يلا هلا منقص ومنحشي ميرسي لإلك انا خلينا بهالوقت ودع كل المشاهدين اللي رافقونا لليوم طبعا نهارنا بيخلص لهلا من بعدها رح نكون بنقلنا المباشر وينعاد على الجميع اضحى مبارك بنشوفكم بكره الساعة 10 يا ماري عالطواحين والمي مقطوعة خايف للدور الطواحين
مقطوعه هيو.